بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين مع السلسلة تبعتنا سي سي إن إيه لابس 200301. طيب، شو درس اليوم؟ أنا درس اليوم يعني هو المفروض يعتبر من أوائل الفيديوهات، بس أنا أخرته لغاية ولسبب. هو كيف السويتش بكون الماك أدرس تيبل، يعني إذا بنحكيها يعني حسب الكتب، كيف السويتش بيعمل فورمينج للماك ادرس تيبل، كيف ببني الماك ادرس تيبل طبعا. هم محتاجين بس نذكركم بالنظري طبعا زي ما درستوا بالسي سي ان اي، انه السويتش كيف بيبني للماك ادرس تيبل لما يصير في عندي اكتيفيتي بالشبكه. يعني لما مثلا جهاز البي سي هذا اللي عندي يحكي، اول ما يحكي هون راح يصير بلش يكون بالماك ادرس تيبل. طب كيف هذا الموضوع بيحصل؟ محتاج بس اذكرك واقول لك انه السويتش بقلبه فيه ASICs، ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت، دوائر كهربائيه. زي عندك ليرنينج، عندك دائره خاصه بالفوروردنج، في عندك بالريموفنج لاير تو لوبس، في عندك بالكواليتي اوف سيرفيس، في عندك كثير شغلات. طبعا كل ما كثرت الدوائر كل ما السويتش كانت قيمته الشرائيه اغلى. جميل. طيب كيف ببني؟ ببني عن طريق الليرنينج اسكس اللي عنده اياه. بتعلم من اسمه ليرنينج، بتعلم. كيف بتعلم؟ لما هذا البي سي او اي حدا يعمل اكتيفيتي، يحكي، يبعت بينج، يعمل اي شيء، اول شيء في الشبكه هي السويتش بيكون ماك ادرس تيبل تبعه نظيف. يعني انا عندي هاي الشبكه، عندي اجهزه كمبيوتر كلها تبع نفس الصمت، ما عندي فيلانات. لو بدي اروح اشوف الماك ادرس تبعه راح اقول له شو ماك ادرس تيبل، هلاقيه فاضي. طب كيف هذا بده يتعلم؟ فلازم حدا من الاجهزه يتكلم. طيب ممتاز. طيب هذا بربط عندي موضوع ثاني. عندي بروتوكول الار، الادرس ريزوليوشن بروتوكول. الار شو كان بيعمل؟ بيكون عندي الاي بي ومحتاج ماك ادرس. طب ليش؟ أذكرك الماك أدرس هو مسؤول عن توصيل الداتا من هب لهب، يعني من قفزة لقفزة، من مكان لمكان. طبعا الاي بي بعد ما وصلنا لموضوع الاي بي، الاي بي كان مسؤول عن توصيل الداتا من اند لاند، من شبكة لشبكة، تمام، من مكان لمكان بعيد، فمدى بعيد. بس الماك أدرس تبقى من مكان لمكان. فعشان يتعلم السويتش بالليرنينج، طيب كيف بحول الداتا؟ بيعمل لها ديليفري عن طريق اسكس تاني اسمه فوروردنج. فبالليرنينج اصلا بتطلع بالايثرنت فورمات. يعني اذا فتحنا هون، لا مش هذا، هون هلا عندي ديستنيشن ماك وعندي سورس ماك، تمام. بالليرنينج بتطلع على السورس ماك، مين اللي بلش يحكي؟ طبعا اكيد السورس، انا بدي احكي مع الجهاز الثاني، او الجهاز هون بي سي 0 بده يحكي مع بي سي 3. هذا السورس ماك وهذا الديستنيشن ماك. جميل. طيب ولما بيعمل فوروردنج، بيعمل فوروردنج بتطلع على الديستنيشن ماك، منطق. طيب برضو ارجع اشوف لك شغلات. السويتش هذا لما يكون فاضي اصلا، السويتش عمال على بطال بيعمل فلودنج، بيعمل فيضانات بالشبكه. طب الحالات اللي بيعمل فيها الفيضانات بالشبكه، اذا اجته رساله برودكاست، لما تيجي للسويتش رساله برودكاست ما بيعرفش يعمل فيها، فبيحولها لكل جهاز ما عدا الجهاز اللي اجت منه الرساله. هذا جميل. طب وفي حاله ثانيه اسمها النون يونيكاست. شو يعني النون يونيكاست؟ يعني زي هاي الحاله عندي، الماك ادرس تبعي فاضي ما بيعرف، ماشي، هذا البي سي بده يحكي مع هذا البي سي فما بيعرفهم، فهذا النون يونيكاست. انا بدي احكي مع جهاز معين، فهذا يونيكاست بس من نوع المجهول، النون يونيكاست. النون يعني مجهول. فبرضه لما تيجي النون يونيكاست بيعمل فلود بقلب الشبكه ما عدا الرساله اللي فيه. طب لما تيجي شو بيعمل؟ مثلا خليني اطلع القلم. تمام، اوكي.
فلما تيجي عندي هون مثلا هذا بده يحكي وهي unknown unicast. طيب لما بتيجي شو بيصير عندي؟ هذا بده يحكي مع هذا الجهاز، شو راح يصير عندي؟ هيبعت وليكن unknown unicast، اجته هياخذ قرار انه unknown unicast بيعمل فلود، هيبعتها لمين؟ هيبعتها لكل واحد ما عدا الزهره، لانه الزهره طلعت منه. فهيبعتها هون، خلينا بنستخدم الازرق، فهيبعتها لهاد، هيبعتها لهاد، هيبعتها لهاد. حلو، هذا بقول لي مش انا اللي معني بالموضوع، هيعمل لها دروب. هذا بقول لي مش انا اللي معني بالموضوع، هيعمل لها دروب. هذا هيعمل لها بروسيس، هقول لك اه انا اللي معني بالموضوع. طب شو هيسوي؟ هيرد. لما يرد شو الجهاز هذا تعلم السويتش، حط له الماك ادرس، ولما هذا يرد عليه، لانه برضه هذا بالرد تبعه فهو عماته يتكلموا في الشبكه، فبرضه رد عليه. مره ثانيه لما يحكوا مع بعض مش هيحصل عمليه البرودكاست. شو حيصير؟ حيشوف الماك ادرس انا موجود، على طول حيعمل فورورد عليها على طول. اه طب والحاله الثالثه طبعا لما يكون في عندي مالتي كاست، اي رساله مالتي كاست السويتش ما بيعرف يعمل فيها، برضه بيعملها فلود بقلب الشبكه كلها. طيب برضو انا هون على مستوى لير 2 بحكي بمكان بفريمز. جميل. طيب ماذا لو بدي اعمل بينج؟ البينج بالطبقه الثالثه يعني اي بي. قال لك ماشي، هعمل بينج لهون وبرضه مش هلاقي، فشو البروسيس اللي حيصير؟ قال لك شو بيصير اللي حيصير؟ انت من هون حتعمل بينج، حيطلع لهون، طبعا هذا السويتش ليت وحيفهم مكان، حيشوف الماك ادرس هذا وبده يروح، فهو ما ملاقي اصلا ماك ادرس ثاني. طيب كيف حيعرف الماك ادرس الثاني؟ حينزل البروتوكول شهير عندنا اسمه بروتوكول الارب. جميل. الارب شو بيعمل؟ الارب بيقول لك انا معي اي بي ال، محتاج اعرف ماكات. قال لك حلو. فشو بيعمل؟ البروتوكول الارب عشان نلخص قصته، عشان كثير كثر عليه الحكي خاصه في السوشيال ميديا، بروتوكول الارب وبروتوكول بيشتغل بالطبقه الثالثه. عفوا يعني هو بروتوكول يعتبر بروتوكول الطبقة الثالثة ويعمل في الطبقة الثانية. اوكي، في كثير عالم بتقول لك هو بالطبقة الثانية بالطبقة الثانية ونص، عشان نختصر حتى لو كنت بانترفيو قال لك بروتوكول الارب في اي طبقة، بتقول له في الطبقة الثالثة ويعمل في الطبقة الثانية. كيف يعني يعمل بالطبقة الثانية؟ هو بيفهم اي بيات، بقول لك انا معي اي بي فبدي ماك، ليش؟ عشان اسجله بالارب تيبل. تعال مثلا نروح هون على بس جهاز الكمبيوتر هون، نشوف الارب تيبل تبعه، هدول بعد ما صار في اي اكشن المفروض يكون فاضي، فبقول له ارب ماينس اي، قال لي نو ارب انتريز، بعده هذا ما بيعرف اي شيء، الارب تيبل تبعه فاضي. جميل، والماك ادرس فاضي. طب تعال نشوف القصه، ولاحظ انه هنا عم بشتغل ما عنديش بيانات. اوكي، حفتح سيميليشن هون وحفضي شو انتري واقول له اديت، واقول له بس اعطيني ارب واعطيني اي سي ام بي. هذا تمام، وخليني اكبر هون، لا دقيق شوي، خليني امسح هاي الفلتر زي ما هو. تمام، وخليني احط اقول له بدي اعمل من هون للجهاز من بي سي 0 لبي سي 3. هذا تمام، فيك تقول له بلاي من هون او فيك تقول له بينج. خلينا نقول له مثلا بلاي ونشوف شو القصه. طلعت الاي سي ام بي هون. طيب هون ما لقى، رجع هون الاي سي ام بي الثاني، هلا هون هو راح طبعا يوني كاست، لانه اوريدي يمكن كانت هي معموله من قبل، بس خليني اشوف. هلا هو المفروض سجل اثنين ماك ادرس هون بالماك ادرس تيبل، بس هو كان لازم بروتوكول ار بيدخل اللي شو ماك ادرس تيبل. لا بعد ما فيش اي ماك ادرس تيبل لسه، بده بعد. اوكي طيب بلاش، تعال نحكي مره ثانيه ونحاول نشوف القصه مره ثانيه. كده فلتر عندي ارك وعندي اي سي ام بي. تمام، اعطيني باكيت هون، حط لي هذا الباكيت هون، حط لي اياه هون. قال لك ماشي، قول له بلاي، طلعت الاي سي ام بي.
اوكي، صارت هون البرودكاست عندي زي ما قلنا لانون، انا اعمل لي برودكاست، الاثنين هذول اعملها دروب، مين اللي رد؟ رد عندي هذا، ممتاز جدا. اوكي، راح ورجع بتاع البينج، ايكو ريكويست وايكو ريبلاي، ريبلاي رجع وقال لك انا اموري تمام. فانت لو لاحظت هون اصلا انت عندك هون صار الاي سي ام بي، وشفته كيف البرودكاست صار. ليش؟ لانه انا اصلا بسبنت واحد. طب تعال نشوف وشو الماك ادرس تيبل، مش عم بعمل بالماك ليه؟ طيب اعتقد بدي اشيله من اخليه بالريل تايم. تعال نروح نقول شو الماك ادرس تيبل، وخليني اعمل له بينج صريح، يمكن اعمل سيميليشن ما اخذش البينج. طيب تمام، اروح هون اقول له بينج، هنشوف 192.168.1.4 كراش. البينج لازم يكون في عندي هون. اوكي، انفايت كوماند، البينج 192.168.1.13. تمام جدا، هون طلع معايا، طلع ظرفين، في ظرف هون للاي سي ام بي، والثاني اوكي برضه اي سي ام بي، خليه كله. طيب بلاي الآلية، اعمل برودكاست، الاثنين عمل دروب لان هذول مش معنيين في الموضوع. هذا رد، اوكي صار عنده الاثنين، هو ما فيش مشاكل لانه في عنده ظرفين اي سي ام بي، كان المفروض اشيل واحد بس. تمام اوكي وصار. طيب المفروض صار في عندي ماك ادرس هون تسجل، المفروض اوكي هي قال لك في عندي ماك ادرس تيبل 5 دي بي 8 بالاول بالاخير، مين هذا؟ هذا المفروض يكون بي سي 3. قال لك واصل على انترفيس اف 0 سلاش 4 اللي هو فوق، حيكون يعني لو حطيت هون شو بريفرنسز هلاو حتلاقيها اف 0 4. ماشي، بس انا شلتها عشان بس المنظر العام اذا نفهم الموضوع. اوكي طيب شو كمان عندي؟ وين ال وين، بس خليني اوقف هذا. اوكي في عندي كمان 5003 اللي هو بي سي 0، 5003 وصل على اف 0 سلاش 1. فتعلم هذول الاثنين، قال لك تمام. طب الارب وين بالقصه؟ الارب اشتغل. لو رحنا هون قلنا له ارب ماينس اي، المفروض يكون معطيني انتري، ما اعطى انتري، ما فيش مشاكل، هشيل له السيميوليشن. تعال نقول له بينج تاني، بينج على 13. اوكي تعال نقول له ارب ماينس اي، مش عم بيطلع، المفروض يطلع. انا بشوف شو القصه ليش ما عم بيطلع، بس المفروض يطلع الارك بيشتغل. تمام طيب لو نلاحظ هون هلا نشوف ان هدول تابعين اصلا للفيلان، يعني انا الماك ادرس تيبل شو فيه؟ فيه فيلان 1 وفيه ماك ادرس، فيه تايب تعلمه دايناميك، تمام، وفيه البورت اللي واصل عليه. طب تعال نعمل بينج، خليه من بي سي 0 لبي سي 1. نقول له بينج 192.168.1.11. اوكي الارك المفروض يطلع، انا عارف لما بيطلع هون بس المفروض يطلع الارك بس. تمام هو المفروض يزيد لي انتري بالماك ادرس، شوف على طول. فعندك انت الماك ادرس اصلا هون بتعلم اول ما يصير في عندي اكتيفيتي. اوكي خلاص صار حدا، هذا بعت له بينج ما عرفوش، عمل له فلود، قال مين اللي معاه الماك ادرس هذا وحط له. هلا هذا سويتش لاير 2، يعني لو قلت له شو ار ما بيطلع لي اصلا مدخلات، قلت له شو اي بي ار حتى ما بيطلع، هذا اصلا الار بروتوكول طبقه 3 فهو ما عم بيطلع. فالمفروض هون اصلا يطلع لي، بس ما بعرف ليش مش عم بيطلع هون. قلت له ار اس اي
اوكي هذا طلع عنده بالارت تيبل، هلا بنشوف بي سي 0 ليش. بس بما انه هذا عمل بينج، شوف بي سي 0 عمل بينج لبي سي 1 على طول. قال لك شوف يا سيدي العزيز، اول شيء 10 بي سي 10 هو الماك ادرس تبعه 5.3 هي زي ما انا كاتبه تحت، وانا برضو تعلمت عرفت انه في عندي اي بي 12 الماك ادرس 91 اي سي، هون تعلم مكان. فالارب شو بيعمل؟ الارب عنده معلومه، شو عنده؟ عنده الاي بي ناقصه الماك. طب ليه بيحتاج الماك؟ بيحتاج الماك عشان هيك اصلا الشبكه مؤسسه عندك. المؤسسه انه على مستوى السويتشات بالفريم عم تطلع من هب لهب، من نطه لنطه، من قفز لقفز، فمحتاج ماك ادرس. تمام؟ فمن شبكه لشبكه انا هون بحتاج اي بي، تمام؟ وانا هون مش عم بطلع اصلا من شبكه لشبكه. طب هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، هذا السويتش اتفقنا عليه انه هو لاير 2، قال لك ماشي، والبينج اتفقنا برضه انه هو لاير 3، قال لك صحيح. طيب انا هون اصلا ما عنديش جيت واي، ومش محتاج اصلا جيت واي يكون عندي راوتر، ليش؟ لانه كلياتهم بنفس الشبكه، فاحنا اتفقنا بنفس الشبكه ما بدي جيت واي، قال لك ماشي. طب ما البينج لاير 3 والسويتش لاير 2، طب كيف البينج حصل؟ كيف السويتش فهم البينج؟ ما هي انا قاعد بفنج عادي، عم بيجيني عفوا وعم بيجيني ريبلاي، هذا تقريبا معلق او ما له شيء، اوكي، فعم بيجيني ريبلاي عادي. طب ما البينج لاير 3 بس السويتش لاير 2، كيف هالقصه؟ ما يعني بتعلمونا غلط يعني نفهم القصه. وبرضه هذا من الاسئله اللي كثير هيك يعني بيستعملوها في الانترفيوهات. شوف يا سيدي العزيز، هو السويتش ما بيعرفش يرد اصلا على لاير 3 ولا بيفهم لاير 3. اللي بيفهم لاير 3 وعرف يتعامل هو مين؟ هو جهاز الكمبيوتر تبعك، لانه جهاز الكمبيوتر تبعك فيه الطبقات كلها. طبعا احنا هلا عم نحكي او اس اي 7 طبقات، بس طبعا ما فيش هلا تبع 7 طبقات، في عندك ال5 طبقات الابديتد سي بي اي بي موديل، اوكي. فبكل جهاز كمبيوتر لما انت تنزل الاوبريتنج سيستم تبعك، سواء كان ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 11 ويندوز سيرفر لينكس يونكس اي شيء، بينزل معهم اوتوماتيكلي بدون ما انت تشوف الابديت تي سي بي اي بي موديل. فجهاز الكمبيوتر اصلا بيفهم الطبقات كلها، فعارفين يردوا على بعض بما انهم نفس السبنت، تمام. طيب نشوف برضه شغله هون، بس نرجع نفتح السيميليشن، لان بدي اشوف الاي سي ام بي هون. هون لما يفتحها هون حنلاقي انه بقول لك الاي بي هيدر كسورس اي بي 1.10، فعلا انا من بي سي 0 1.10. الديستنيشن رايح لمين؟ كان رايح ل 1.13 اخر واحد اللي هو بي سي 3 على ما اعتقد. هذا قال لك ماشي، بس خلينا هون راحت تكبرها هيك، اوكي، فقال لك على 3. طيب الايثرنت لاير 2 شوف هي بفهمك، قال لك 5.003 هذا السورس ماك رايح على الديستنيشن ماك اللي اخره 5، وينه؟ يو بي سي 3 اخره 5 دي بي 8، تمام. فهي المعلومات بتكون بقلب الهيدر تبعه. فلاير 2 هذا اللي بيتعامل معه اصلا اللي هو السويتش. قال لك طب تمام ماشي، تعال نجرب السيميليشن هذا بس مره ثانيه. قول له اوكي، تمام. لو تلاحظوا هون شو صار، هون راح عنده على طول ايش؟ راح عنده على طول يوني كاست، ما عملش فلودنج، ما عملش برودكاست. ليش؟ لانه صار نون اصلا بالماك ادرس تيبل، صار الماك ادرس تيبل معروفين من هنا، اوكي. فالسورس معروف، الديستنيشن معروف، حيعمل فورورد طبيعي. وانا شو الحياه اللي بيعمل فيها برودكاست فلودنج، حاله البرودكاست لو وصلته بحاله الانون يونيكاست، لانه خلصنا منها اول مره، سجله بالماك ادرس تيبل. بتعرف الماك ادرس تيبل السويتش بيعمل له فلاش، بيعمل له ابديت، يعني بيمسح اللي فيه وكذا. انه مين بيمسح؟ الشبكات اللي هي ما حكت، يعني اجهزه الكمبيوتر اللي صار لها اكثر من 5 دقائق ما عملت اكتيفيتي، ما عملت شوشره بقلب الشبكه وبتبعت بينج وكذا، قال لك عادي البفر فول، قول له كتير ايفنتس ما فيش مشاكل، تمام. فكل 5 دقائق يعني 300 ثانيه
بتلاقيه بيعمل ابديت للماك ادرس تيبل، الكمبيوترات اللي معك بشيلها من الماك ادرس تيبل وبس يحكوا بيرجع بيعمل ليرنينج لإلن وبيتعلم فيه. انا كنت انا بس بدي اشوف مقفل الفيديو، كان بدي اشوف خليني امسح هاي، هاي طبعا بتكون هيك هو بدك تمسح الرساله هاي اللي هون، تكبس على هاي وبتقول ديليت. ماشي، هاي في عندي ار واي سي ان بي حصل، اعطيني هون، اعطيني مثلا من هاد لهاد. اوكي خلينا نشوف هلا في عندي اي سي ان بي وار، هاي بتشتغل معانا مظبوط. الار بتدخل لازم عشان مش معروف، تعال بعته هم هون اجت للار. اوكي الار بتدخل هون صار البرودكاستنج. اوكي هذول عمل دروب دروب اللي حي بروسيس المعني في الموضوع، انا بدي احكي من سورس لديستنيشن هون. اوكي وصلت لهذا واموره تمام. خلينا نفتح رساله الار نشوفها. اوكي انت هتلاقي الار هون هو صحيح حاطط لك اياه بالطبقه الثانيه، بس هو اكيد مش بالطبقه، هو قلت لكم بيشتغل بالطبقه الثانيه، هو بروتوكول طبقه ثانيه، وبعت افات هذا الماك ادرس افات يعني برودكاست. اوكي عشان يشوف مين اللي صاحب ماك ادرس هذا تبع الاي بي. اوكي انا رايح عليه، نرجع مره ثانيه. اوكي عندي ار ثاني حصل. اوكي هذا من الجهه الثانيه من ناحيه هذا الديستنيشن وهذا. طب لو رحنا على الار هون ورحنا على الاوت باوند بي بي دي وديتيلز، هون برضه فيك تقرا. اوكي مين التارجت عندك؟ ماك هون برودكاست جاي عليها، هون السورس ماك عندك 91 اي سي. اوكي 91 اي سي هذا اللي هو اللي انا عملت السورس. اوكي يعني 91 اي سي هذا السورس عندك. اوكي فهي برضه معلومات الارض. تمام، اتمنى الدرس يكون مفيد وان شاء الله بنشوفكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.